بنتعب نفسنا ولا في مشروعات ولا في شقق، احنا منسيين يا عم. ادينا بنحاول، بطل تشاؤم. طب وريني انت، طيب يا متفائل هتعمل ايه؟ الموضوع مش بالتفاؤل ولا بالتشاؤم، مش مطلوب منكم غير انكم تعرفوا الحقائق بالارقام عشان تطمنوا وتتأكدوا ان محدود الدخل بقوا اصحاب الاولوية في كل مشروعات الاسكان في السنين الثلاثة الاخيرة اللي الدولة بنت فيها اضخم مشروعات اسكان في التاريخ بشهادة العالم. مصر بدأت تبني 256 ألف وحدة سكنية المحدود الدخل ضمن خطة لبناء 656 ألف وحدة هتنتهي منها في 2018، وفرت منها 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتكلفتهم الاستثمارية 97 مليار جنيه. وكمان مصر بتبني 180 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وهيستفيد منهم أكتر من 500 ألف مواطن، وتكلفتهم تخطت 50 مليار جنيه. يعني حضرتك وحضرتك، سواء كنتم من محدود الدخل أو من سكان المناطق العشوائية الخطرة، فأنتوا قدامكم أكتر من 830 ألف وحدة ليكم فيهم نصيب، غيركم استلم وسكن، وبكرة أنتوا هتستلموا وكله هيلاقي شقته.